انا عزيز عليك ايوا شد ليا الحلوف وندير ليه القرون ديال البقر. راه ما عنديش البقر وغير عزيز عليك زيد شد ليا الحلوف. يلا حش حش يلا حش حش زيد زيد ما يخطرش على الحمير ما قادين شيء ربيعها هو كاين والبقر ما عندي باش نشريه. علاش انا اللي ما نصيد الحلوف نمشي للبطوار نجيب القرون ديال البقر راهم كاينين موجودين ونركبهم ليه انا برا ها الربيع زي. يلا هاج هاج زيد دخل هنا راه ما يختخي. يلا الى لقيتي تماك شديه تنجي الى خلي العدية باش ندافع على راسي. يلا زيد 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 دخل يلا زيد دخل زيد يلا زيد زيد دخل يلا وقال كراد وات هيا يا 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 شاو ركبوا الفوق شاو شاو العرعر هم راهم من غادي هاي الفلاحة كما تتشاهدوا معنا الفلاحة واللوزو هنا فين تايباتو يقلبو ومن الجهة الأخرى اللي قريبة للزيتون تايهودو يصابو ويطلعو يطرقو كاع هاد الفلاحة هادي يباتو يقلبو فيها تا الصباح صبع عليهم الحال تحت هاد الكاف الجهة الأخرى وهما ينعسو تما شفت الكلب وأنا نجي ليهم أنا نوضهم مشاو يقبو. Thank you.